مرحبا بكم. إن لاعبي كرة القدم في بلدنا معروفون ومشهورون للغاية، لكنهم أيضا يحظوا بشعبية لا بأس بها في بقية أنحاء العالم. يعلم العالم بأكمله أيضا أن لاعبي كرة القدم يتقاضون أجورا مرتفعة للغاية، وبالتالي فيمكنهم تحمل تكاليف كل شيء تقريبا. اليوم سنشاهد 5 سيارات للاعبي كرة قدم مشهورين، مرورا بالسيارات التي كانوا يمتلكونها قبل الدخول في مجال كرة القدم، ووصولا للسيارات التي يمتلكونها الآن. أولاً، لويس كارلوس ألميدا، مشهور باسم ناني، ولد في عام 1987. إنه لاعب كرة قدم برتغالي الجنسية، بدوره لاعب خط وسط خارجي. إنه واحداً ممن لم يتعرضوا لمشكلات كبيرة في حياتهم، لذلك فإن سيارته الأولى لم تكن سيئة أبداً، حيث كان يمتلك سيارة شيفرولي رائعة، والتي وجد ذاته مؤخراً بسببها تحت دائرة الضوء، لدفع أنه كان قد ركنها في موقف مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة دون دفع الرسوم لموقف السيارات. ربما لهذا السبب قد غير سيارته بعد ذلك وصولا لسيارة لامبورغيني جالاردو. ولكم أن تتخيلوا أن إنتاج هذه السيارة توقف في 14,000 وحدة، وتبلغ تكلفتها 140,000 يورو. ثانيا، نيمار دا سيلفيا، سانتوس جونيور، مشهور باسم نيمار، يلعب كمهاجم لدى فريق برشلونة، وأصبح ثالث أغنى لاعب كرة قدم بعد رونالدو وميسي. وليس هذا فقط، بل يعد أيضا رابع أفضل هداف في تاريخ البرازيل بعد روماريو ورونالدو وبيلي. وعلى الرغم من كبر ثروته، لا يبدو أنه يتباهى بها كثيرا أو أن يظهر أمواله لأي شخص، فإن سيارته الرصينة كانت مثله مثل لاعب كرة القدم، كانت من أجل الترفيه بامتلاك سيارة حديثة. فبعد مرور القليل من الوقت قرر اقتناء سيارة أودي R8 التي تبلغ تكلفتها 120,000 يورو. لم أكن أتصور أنه لا يمكنه تحمل أكثر من ذلك ماديا، وبكونه واحدا من أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، لكن ربما أنه مثله مثل ميسي يضع شغفه في مرتبة أعلى من بقية المراتب. ثالثا، واين روني، ولد في 24 أكتوبر من عام 1985، وهو لاعب خط وسط ومهاجم لدى مانشستر يونايتد، وكذلك هداف منتخب انجلترا، وهو اللاعب الأعلى راتبا من قبل بيرمليغ، إذ يتقاضى 19 مليون يورو في الموسم الواحد، ويعتبر في المركز السابع بين أثرى لاعبي كرة القدم في العالم. لقد بدأ مجاله المهني بسيارة بسيطة ماركة فورد كموديل عام 2003، كان قد اشتراها بمجرد اجتيازه لاختبار القيادة، وبعد ذلك قرر تغييرها بسيارة BMW A8، حيث أعجبه طرازها وتصميمها الفريد من نوعه، ويبلغ سعرها 100,000 جنيها استرليني، وإنها حقا مميزة. رابعا، ليونيل ميسي. لا يجدر ذكر أي لاعب كرة قدم دون ذكر ليونيل ميسي، دائما ما يذكر اسمه بين أفضل لاعب كرة القدم على جميع العصور. إنه أيضا من أفضل هداف تاريخ كرة القدم، وغالبا ما تتم مقارنته بصديقه مارادونا. يصنف ميسي أفضل هداف لتاريخ المنتخب الأرجنتيني، وذلك بإحرازه 57 هدفا لصالحه. يبدو لك أنه لم يفعل ذلك، لكنه أكثر تواضعا عما يبدو عليها. إن سيارته الأولى بعد بداية مجاله المهني هي أودي Q8، ومن بعدها قرر اقتناء فيراري، والتي كان منها 499 إصدارا فقط، وبختامه الآن سيارة ماسيراتي. خامسا، كريستيانو رونالدو. يندرج اسمه أيضا بكل تأكيد في هذه القائمة، فهو صديقا منافسا ليونيل ميسي، ويلعب كمهاجما لريال مدريد. كما يبدو أنه الثاني بعد ميسي، أو يمكن أن أكون مخطئا. انتقل في عام 2009 من فريق مانشستر لريال بتسجيله رقما قياسيا فيما يتعلق بتكلفة الانتقال، وذلك بحصوله على 94 مليون دولار. كانت أول سيارة له في بداية مجاله المهني هي BMW M6، والتي تبلغ تكلفتها 100,000 دولارا، وكان يتجول بها مع أصدقائه مساء. وبعد أن تدمرت سيارته بنتلي، قرر أن يشتري سيارة أخرى على محمل الجد، فقام بشراء لامبورغيني أفنتادرو. فلقد قام بشراء العديد، لكن هذه بشكل خاص كانت تجعله سعيدا أثناء قيادتها. ماذا أقول؟ بالتأكيد سأكون سعيدا حين أقوم بقيادة سيارة لامبورغيني، وليتني أمتلك نقودا لشرائها. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكذلك الاشتراك بالقناة.